المسبح يبحث عن تفسير، لعله انفجار، لكن أحدا لم يسمع شيء، فاستنتج بأن حوتا كان يتعقبه. إننا لا نعرف الكثير عن تعقيدات الحياة في المحيط، ولا بد أن الصوت يستخدم بطرق لا نتخيلها. المحيط غني بالأصوات الغريبة والمذهلة، إنه عالم أصوات، حيث تعتمد الكثير من كائناته على السمع أكثر مما تعتمد على البصر، وذلك لأن الصوت ينتقل تحت الماء لمسافات أبعد مما ينتقل الضوء. ما من أحد يعرف لماذا يغني الحوت الأحدب، لكن الأرجح أن هذه الأصوات تستخدم لصعق الفريسة. الحوت الأحدب من حيتان البالن، والتي لا حاجة لها لاستخدام الأصوات الصاعقة، لأنها تتغذى على العضويات الصغيرة التي تطفو هائمة أو تسبح ببطء لا يتيح لها فرصة للهرب. حيتان الأسنان من أقرباء حيتان البالن، وهناك 68 نوعا منها متفاوتة الحجم، من أصغر الدلافين إلى حوت العنبر الضخم، وهي مفترسة وتستخدم الصوت لاصطياد فرائسها. ومعظم الكائنات التي تتغذى عليها مناورة وسريعة الحركة، واصطيادها يسهل إذا ما أضعفت بالصعق الصوتي. لا شك في أن الحوت القاتل هو من ذوي الأسنان، كما هو واضح من هذا الحيوان في حوض فانكوفر المائي، ولكن نصف الحيتان ذات الأسنان لها عدد قليل من الأسنان، أو بالأحرى لها أسنان غير فعالة في الواقع، وذلك لأنها مشوهة أو لأنها غائرة في اللثة. وأحيانا يصعب علينا التصور كيف تقتنص فرائسها التي يعتمد بقاؤها عليها. ولنأخذ النورول على سبيل المثال. لابد أن قرن ذكر حوت النورول الثقيل يحد من قدرته على الالتفاف بسرعة، ومع ذلك يصطاد القرايدس السريع بالسباحة بضربات قصيرة خاطفة. أتراه يستخدم الصوت لإضعاف فريسته؟ طرح العلماء السؤال نفسه حول حوت العنبر، لكن هذا الأخير تصعب رؤيته لأنه يتغذى على عمق يبلغ أحيانا 3 كيلومترات، ويبقى غاطسا لمدة ساعة أو أكثر. هذه أسماك الحبار الفريسة المفضلة عند حوت العنبر، وهناك العديد من الأنواع، بعضها أصغر من حجم اليد وأخرى متوحشة يبلغ طولها أكثر من 10 أمتار. من الصعب أن نتصور كيف يستطيع حوت العنبر اصطيادها، إذ أن سرعة الحبار تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، أي أسرع من الحيتان بكثير. لكن الحيتان تصطاد حتى الحبار العملاق الذي يمتاز بمصتيه المخيفتين المسلحتين بمخالب حادة تترك ندوبا بليغة على رأس حوت العنبر. صيادو الحيتان يعتبرون حوت العنبر وحشا اسطوريا، وهذا هو موبي ديك المرغوب لزيته والمخيف بسبب انقضاضه الجريء على المراكب. الأغرب من كل هذه الأساطير هو ما اكتشفه صيادو الحيتان المعاصرين، حيث أنه بالإمكان العثور على الحبار في معدة حوت العنبر حيا وسالما من أي إصابة. إذن كيف تصطاد حيتان العنبر فرائسها؟
يعتقد بعض العلماء أنها تشل فريستها بالصوت. إنها فرضية مثيرة للاهتمام، ولكن لا يمكن اختبارها لأن أحدا لم يستطع الإمساك بحوت عنبر، فهو يتغذى في أعماق لا يمكن رؤيته فيها. لذلك راح العلماء يدرسون الدلافين لاختبار الفرضية. نحن نعرف من سنين أن الدلافين لديها قدرات صوتية عالية لتحديد المواقع بالصدى وكذلك للاتصال، لكن هل بوسعها إضعاف الفريسة؟ على الباحثين أن يتأكدوا أولا من قدرة الدلافين على إصدار أصوات عالية وصاعقة، لكن الدلافين لا تطلق أصواتها العالية في الأحواض لأن الصدى المرتد من جدرانها يضايقها، وهي تطلق أصواتا أعلى في الطبيعة، لكن يصعب تسجيل تردداتها بدقة بسبب ظروف البحر. ولكي يحصلوا على قراءة جيدة، قام البحاثة في هاواي بوضع دلفين في قفص في البحر ودربوه على تحديد موقع كرة معدنية قطرها 7 سنتيمترات بواسطة الصدى، ثم راحوا يبعدون موقع الكرة أكثر فأكثر، مما اضطر الدلفين لأن يطلق أصواتا أعلى فأعلى ليحدد موقعها. وبعد أن صارت الكرة على بعد 100 متر أطلق الدلفين أصواتا أشد من تلك التي كان يطلقها في الأحواض ب5 مرات، وهذا بإمكانه أن يشل أو يقتل سمكة، لكن ذلك لم يثبت أن الدلافين تستخدم هذه الأصوات لتصطاد فريستها. واستمر البحث عن الدليل في هاواي وفي فلوريدا في مطلع 80s، وقاموا بوضع أسماك في الحوض بين الدلافين وراحوا يراقبونها وهي تطلق على الأسماك أصواتا عالية التردد. كان للصوت تأثير واضح لكن ليس كما توقع البحاثة. البروفيسور كين نوريس أخصائي الثدييات المائية في جامعة كاليفورنيا أشرف على التجارب في هاواي، يقول: كنا نبحث عن الضربة الكبرى، كان أملنا أن يطلق الدلفين الصوت وتنقلب السمكة فنحصل على دليلنا، لكن ما حدث هو أن الدلافين لم تصدر صوتا قبل انقضاء نصف ساعة. عندئذ رأينا أسماكا شردت عن أسرابها، بعضها ضل طريقه وإحداها غاصت ودخلت في إحدى فتحات المصارف، ولم نعرف بالضبط ماذا أصابها. اعتقدنا أن الصوت هو الذي أذهل الأسماك، لكننا لسنا متأكدين من ذلك. واستمر البحث. لقد ظننا أننا قد حصلنا على دليل، لكن لم نتأكد من ذلك أيضا. في هذه الأثناء كان خبير الصوتيات الدكتور كين مارتن يتابع خطا آخر في البحث في هاواي. لقد قضى أشهرا في تدريب دلفين على إطلاق الأصوات العالية جدا، ثم صار هذا العمل من أهداف حياته. وضع سمكة في كيس بلاستيكي وأنزلها في الماء، أطلق الدلفين قذائف صوتية عنيفة على السمكة، لكن ما أدهش مارتن أن السمكة لم تتأثر. حشرة عائدا إلى الوطواط، وذلك لأن كثافة جسم الحشرة مختلف كلية عن كثافة الهواء. وعندما يطلق الدلفين أصواته باتجاه السمك فإن معظم موجات الصوت تخترق جلد ولحم السمكة، وذلك لأنهما متقاربان من حيث الكثافة مع ماء البحر. ترتد الأمواج الصوتية إلى الدلفين من جسم السمكة الكثيف مانحا الدلفين صورة فوق سمعية للسمكة، تماما مثل الأصوات الفوق سمعية المستخدمة في الطب الحديث.
والفرق بين الحالتين هو أننا نحول موجات الصوت إلى شكل مرئي، بينما يحصل الدلفين على شكل تفصيلي للسمكة من الصوت وحده. وهناك فارق كبير بين الصوت في الهواء والصوت في الماء، إنه ضغط الصوت الذي تحس به أجسامنا إذا ما كان عنيفاً. فالضغط يصبح أقوى في الماء منه في الهواء 60 مرة، وهذا ما يجعل الصعق بالصوت ممكناً. يمكن تمثيل الفكرة بتفجير صوت قرب قارورة. ليس للصوت تأثير على القارورة في الهواء، لكن النتيجة مختلفة تماماً تحت الماء. نحن نشترك مع الحيتان بسلف واحد إذا ما عدنا بالتطور إلى الماضي الصحيح. لقد كانت ثدييات أرضية، ولكنها دخلت الماء قبل نحو 70 مليون عام، وتركت عالم الهواء البصري من أجل عالم الماء السمعي. فكان عليها أن تطور قدرات جديدة تتعلق بإصدار واستقبال الأصوات. يقال أن الحيتان القاتلة وبعض الحيتان الأخرى تصدر ما لا يقل عن 3 أصوات مختلفة في وقت واحد، ويمكن